هاي. القلق والاكتئاب ما عندهم وجه معين، يعني ما تنخدعوا بالمظاهر. أوقات كتير الضحكة بتخبي الخوف والزعل، مش بالضرورة الشخص إذا مبسوط يعني عايش لفي اون روز وما عنده مشاكل أو هموم. فيكون غرقان بالزعل والهموم والخوف بس ناجح بإخفاء أعراض الاكتئاب اجتماعيا. اليوم رح نحكي عن فترة القلق والاكتئاب بتفاصيله، رح تكتشفوا إذا عايشين هالحالة أو مفكرين حالكن عايشينه. شو الفرق بين الاكتئاب والقلق؟ anxiety والdepression. تعريف منظمة الصحة العالمية، الاكتئاب حالة مرضية بتشعر من خلالها بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة، فقدان الطاقة، تغير الشهية، مشاكل بالنوم، القلق، كتير اشياء معقول نحن نقطع فيها ونكون عم نعمل depression أو anxiety. كمان انخفاض معدل التركيز، تردد، الاضطراب، شعور بالذنب أكثرية الوقت، حتى فيها توصل الحالة للتفكير بالانتحار. وأكيد هيدا شيء كتير صعب ونحن ما بدنا يصير، فكرمل هيك لازم نهتم نحن بحالنا. كمان حسب المنظمة عالميا يعاني أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار من الاكتئاب. بكل عام بيموت ما يقارب 800 ألف شخص من جراء الانتحار، ليمثل ثاني سبب رئيسي للوفيات بين الفئة العمرية 15 و29. الاكتئاب درجات خفيفة، متوسطة وحادة. للوقاية من القلق وعلاجه انه نعترف بهالشعور وعدم الخجل من الحديث بالموضوع، واكيد اخذ الادوية اذا في حاجة. اما القلق فهو امر طبيعي وكل انسان بيمرق فيه، بس شرط ما يطول. هو حالة نفسية ترتبط بشعور عدم الارتياح والخوف والتردد. يمكن الخوف من المجهول او الخوف من احداث متوقعة، مثلا الخوف من الامتحانات، الخوف من اصابتنا بمرض خاصة هلأ بايام كورونا، واشياء كتير غيرها وغيرها. بس مفروض هالفترة الزمنية للقلق انه تكون قصيرة. من العوارض اللي منحسها بس يكون عنا قلق هي تشنج عضلي، الارق، التعب، الارهاق، قلة التركيز، ضيقة النفس، والافراط بالقلق. ولكن إذا طالت هالفترة قد تؤدي للاكتئاب، فكرمل هيك لازم على طول نحن ننتبه. ما تستهتروا بالقلق وخاصة الاكتئاب أكيد، لأنه بيأثر على الصحة النفسية، ومش غلط تحكوا بالموضوع وتطلبوا مساعدة. القلق والاكتئاب بيصيب الجميع وما إله عمر أو جنس، بيصيب الكبار والصغار، المرأة والرجل. فكرمل هيك ما لازم نقول لحدا انه انت بهالعمر انه كيف عندك القلق او كيف عندك depression او anxiety، لانه كلنا فينا نقطع فيها بحيال عمر كان. ما تخلوا المظاهر تخدعكم وتحكموا على الشخص وتقولوا نيالك عايش مرتاح او مين عايش مثلك او 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 او، لانه ما حدا بيعرف شو في عند الشخص التاني. 40% من الأشخاص قد يعانون من الاكتئاب المبتسم، يعني فيهم يفرجوكم انه هن مبسوطين بس هن من جوا بيكونوا كتير زعلانين. هلأ الأمور اللي بتساعدنا على تخطي هالمرحلة، العناية بصحتنا النفسية. بهالمرحلة كتير مهم نحافظ على جهاز المناعة، الخوف والقلق بأثروا سلبيا على جهازنا المناعي. السعادة من أهم القصص اللي لازم نركز عليها، وجزء من السعادة مرتبط بأنه يكون عنا شخص، صديق أو حبيب نقدر نحكي معه ويسمعنا، يبسطنا، وأهم شيء ما يحكم علينا. الأكل كثير مهم نحافظ على نظام غذائي صحيح. الرياضة، ممارسة الرياضة من أهم الطرق لنتخلص من الاكتئاب والقلق، بغض النظر أي رياضة بتحبه. مهم you stay active، هيدي أهم شغلة فيكن تعملوها. بس من أهم الرياضات يلي بقولوا بتساعد على الانكزايتي والدبريشن هي المديتيشن، وتعتمد لمساعدة الأشخاص اللي عندهم اكتئاب أو قلق، بس بعدين رح نرجع نحكي بالتفصيل عنه. النوم كمان، النوم كتير مهم، لازم الواحد يرتاح. من فوائد النوم في كتير اشياء، مش بس الانكزايتي والدبريشن، في عنا كتير اشياء تانية بتساعد بالنوم. الموسيقى، سماع الموسيقى كتير بتساعد. شوفوا اي موسيقى انتو بتحبوا وبتساعدكم تسمعوها وما بتذكركم باشياء اكيد حزينة. كمان في عنا الهوبيز، هواياتكم، شو بتحبوا تعملوا هوايات، مارسوا هيدول الهوايات، بتشغلكم عن الافكار وخاصة الافكار البشعة. واخر شيء واللي هو اهم شيء، تبعدوا عن الاخبار البشعة، خليكم عطول بعاد عن هيدا الاخبار يلي معقول تضايقكم وتزعلكم.
اهم شيء تعملوا يلي بريحكم وبيبسطكم طالما انتم ما عم تعملوا شيء غلط، وكتير مهم نتقبل الواقع اللي نحن عايشين فيه لنعرف كيف نطلع منه ونتأقلم، بس ما نخليه يسيطر علينا. وتذكروا دايما مش عيب يلي انتم عم تقطعوا فيه، ومش غلط تحكوا فيه وتطلبوا مساعدة. في كتير ناس قطعوا بحالة اكتئاب او قلق، ومنهم مشاهير مثل دامي لافاتو، بن افليك، جاستن بيبر، ليدي غاغا، انجلينا جولي وكتير غيرهم، ولجأوا لجلسات معالجة مع مستشارين نفسيين واخذوا ادوية ليتخطوا مرحلة الاكتئاب او القلق اللي كانت عندهم. شو هي الاخطاء بمواجهة الاكتئاب او القلق؟ اول شيء ممارسة التأمل، يعني المديتيشن، قلنا رح نرجع نحكي عنه، كتير مهمة بس فيها تضر اكتر مما تنفع وتزيد القلق والتوتر، لانه في كتير ناس تاخدهم جلسة التأمل لأفكار سلبية وبيلاقوا صعوبة بالتوقف عن التفكير بالأحداث المسببة للقلق والضغط النفسي. فكرمال هيك المديتيشن كتير مهمة، بس لازم نعرف كيف نستعملها. تاني شغلة، ما تبحث دايما عن المثالية، لأنه ما في شيء بالحياة موجود هو بيرفكت. كلنا بنحلم بالمثالية بس هيدا الشيء منه موجود، فكرمال هيك وقتها ما منلاقيها، وإذا عنا ديبرشن أو انكزايتي فينا نستسلم للإحباط، وهيدا الشيء كتير غلط. تالت شغلة، ما تركض ورا السعادة. طبيعي كلنا بدنا السعادة، لكن السعي الدائم لتحقيق السعادة قد يسبب الحزن والإحباط. أكيد think positive، بس ما حدا أكيد مبسوط 100% بحياته، وكلنا عنا أحزان، وأهم شيء نركز على السعادة بس مش ضروري نركض وراها. بالنهاية ما في شيء بضل مثل ما هو، وما تخلوا القلق والطاقة السلبية تسيطر عليكم، وعلى طول تذكروا بكرة أحلى، وإذا مش بكرة البعده أكيد، مثل ما قالت وغنت الست فيروز. ورزق الله على الأيام الحلوة يلي قطعت واللي ناطرتنا، وأنا بشوفكم بحلقة جديدة من رزق الله، انطروني.